كرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الصباحي صباح الخير، والذي اقدمه لكم مباشره من استديو قناه شنقيط. معي في تقديم هذه الحلقه زميلتي ماما متقان. اهلا بك. اهلا بك باتو، صباح الخير مشاهدينا الكرام. واليوم عندنا اكيد ما عودناكم في حلقات الماضيه عندنا فقرات، وهم فقرات صحيه وفقرات عجائب. واليوم لينا بدؤوا بفقره الصحه، لينا تبدا معنا باتو بها. اذا نبقى مع فقرتنا الصحيه لليوم. الليمون من الفواكه التي تطهر المعدة من أي عدوى، فهو يقوي الجهاز المناعي بجسم الإنسان. فشرب عصير الليمون يخفف من نزلات البرد، وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات. إذا ماما شنو رأيك في الليمون؟ طبعا الليمون هو كافي، لأن الليمون من مطهرات ومعلوم معروف عندنا في البشرة، خصوصا في حب الشباب، عنده ياسر من الفوائد الصحية. إذا رجع المخرج طلعنا العنصر اللي هو الليمون، كما قلنا لكم لأنه يخفف من نزلات البرد، وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وهو منقي للدم ومفيد لمرضى القلب لأنه غني بالبوتاسيوم. إذا هذا هو الليمون، يبدو لأنه عنده فوائد ما كنا نعرفها، وإن شاء الله مشاهدي الكرام عدوم اللي كانوا يعرفوها ويتموا يعملوا الليمون. إذا نبقى مع العنصر الثاني اللي هو البيض. البيض بالرغم من صغار حجمه إلا أن له العديد من الفوائد، فهو غذاء كامل لاحتوائه على البروتين. فالبعض منا يأكل البيض وهو يجهل فوائده وصفاته، فهو يساعد على منع حدوث فقر الدم لاحتوائه على كمية جيدة من الحديد. إذا هذا هو البيض. إذا نبقى مع العنصر الثالث اللي هو العسل. العسل مهدئ ومقضي ويحارب الفطريات، يساعد على ليونة الأنسجة وعلى بقاء الكالسيوم بالجسم، مضاد للبكتيريا ومفيد للمشاكل الداخلية والخارجية للجسم. فالعسل يدعم الجهاز المناعي بجسم الإنسان. والآن بات عندي أنا ملي عنصر وهو الكركم. طبعا الكركم ياسر منه يجهله، ما يعرف الفوائد اللي فيه شيء. ويثبت أن الكركم يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات، ويساعد في علاج الصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية والالتهابية، وهو كذلك علاج طبيعي للالتهابات المفاصل والالتهابات المرتبطة بالربو، ومقاوم للنزلات البرد والإنفلونزا باعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات. طبعا باتر كركم معروف على انه لانه يساعد في تخفيف من نزلات البرد، وخصوصا الناس اللي عندها الربو اللي هو ضيق عندنا نحن، معلوم فيه خصوصا نحن قاعد متجهين لك في فترة البرد. نعم، وايضا الكركم يضيفوا حد يقبى ملعقة صغيرة ويضيفها من على في كاس من اللبن حامي، ذاك حد كامل فيه النازلة والله فيه ضيق والله قبض القاشوش ذاك يبري. نعم، مفيد أيضا في الأقنعة للبشرة، دائما يستعملوا العلاج في أقنعة البشرة، مفيد هذه إنه يغلق المسامات اللي في الوجه، هذه إنه مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات كاملة. والعنصر الثاني عندي هو الماء. يعتبر الماء هو المكون الرئيسي للجسم البشري، حيث يتكون الجسم من الماء بنسبة تتراوح من 55 حتى 78% حسب حجم الجسم. فنجد أن كمية الماء التي نتناولها كل يوم تلعب دورا هاما في المحافظة على صحة الجسم. لذلك يوصي الخبراء بشرب عدد من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الصحة العامة. ومن فوائد شرب الماء أنه يخفف من التعب ومعالج الصداع والصداع النصفي، ويساعد على الهضم وعلاج الإمساك، ويساعد في فقدان الوزن وطارد للسموم، وينظم درجة حرارة الجسم، ويحافظ على بشرة صحية، ويمنع من روائح الفم. طبعا أعلننا نحن مفيد جدا لجسم الإنسان. الإنسان يقدر يسب عن الأكل يقدر ما يقدر يسب عن الماء، لأنه احتياجاته اليومية اللي ما يسب عنها. صحيح، خصوصا نحن قاع ما قليل فينا طبعا حد قد يقبض يشرب من 8 كواب الى 10 كواب للنهار، قليل حد يعدل. مع بعد الخبراء وهم مو ملاحظ ان بعض الرواقي ينسى وقاع يوميا عن يشربه. صحيح، ياسر في الغازيات والمشروبات هذه ينسى، عم يقر من الضروري على انه تم يشرب كوب يوميا مليان معلوم للجسم. صحيح.
العنصر الثالث اللي عندي هو اللبن، من المواد الطبيعية المهمة للجسم والتي تحتوي على الكثير من المواد المغذية للجسم، ويعتبر اللبن من الأغذية المتكاملة التي يجب أن يتم إدخالها وتناولها بكل بيت. واللبن يمنع من الإصابة بهشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بإصابة ارتفاع الضغط الدموي والتهاب المهبل عند النساء، ويساعد على معالجة التسمم، ويقوي الجهاز المناعي، وهو مصدر كبير للبروتينات ومضاد حيوي قوي، ويساعد في علاج أمراض الأمعاء. نعم طبعا اللبن هو أول طعام يتذوقه الإنسان عند خلاياته، يطلب لو رجع لضوء اللبن، هذا يعني لأنه قاع مفيد جدا للجسم. صحيح، هو قاع عمري مساعد خارج من الأطفال، يعود عنده قلة عظام، يعود عظام عوده ما هم أمتان، وخصوصا مولي شوابي الشيوخ، لأن تعود عيا وعوده عندهم هشاشة العظام، هو يساعد من متن العظام، لأن يعود العظام متين، بدلا من يعود ياسر من الشوابين وركتيا عندهم الضعف في العظام والتركم للأطفال، هو معلوم فيهم. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة الصحية اللي أعطيناكم، لهي نبقى مع فقرتنا عجائب وقرائب، رجاءً المخرج يطلع عنا الفيديو التالي. إذا رجاءً المخرج يطلع عنا الفيديو عجائب وقرائب. وطبعاً مشاهدي. وأعشق فيها الرملة والصخرة والبحر، لا 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 تباع ولا تشرى، لا 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 تباع ولا تشرى. مشاهدي الكرام، اهلا بكم من جديد. كما قلنا لكم، موضوع حلقة اليوم هو شبكات التواصل الاجتماعي. اذا ماما شو رايك؟ طبعا شبكات التواصل الاجتماعي دورها في التفكك الأسري، لأنها ساهمت في ياسر من التفكك الأسري للأسف. ومشاهدينا الكرام، طبعا في هذا الموضوع لين نستقبل اتصالاتكم على الرقم اللي ظهر لكم المخرج. بعد أن باتت وسائل الاتصال الحديثة في متناول الجميع، طوقت الأسرة بصور العزلة. ومع هذا التطور التكنولوجي يتردد كثيرا أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق بسببها هو هذه الوسائل. وطبعا مما لا شك فيه أن ظهور وسائل الاتصال التكنولوجيا الحديثة أحدثت طفرة في المجتمع، ونتجت عنه سلوكيات مختلفة سواء كانت إيجابية أو سلبية. فبعض الناس ترى أن تأثير التكنولوجيا على المجتمع يرجع إلى كيفية استخدامها، ويرى البعض الآخر أنه على الرغم من إيجابيات وسائل الاتصال الحديثة، فإن سلبياتها طغت على إيجابياتها. وطبعا فإن كثرة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي زادت من فجوة توتر العلاقات بين الكثير من الأزواج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قزت تلك المواقع بيوتا ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك حدة الخلافات وتهديد الاستقرار الأسري. هذا مشاهدينا الكرام هو موضوع حلقتنا اليوم. باتا عندك شيء تقولين عن شهد العالم في السنوات الأخيرة نوع من التواصل الاجتماعي بين البشر في فضاء الإلكتروني الافتراضي. قرب المسافات بين الشعوب قرب المسافات بين الشعوب وألقى الحدود والزواج بين الثقافات، وسمي هذا النوع من التواصل بين الناس بشبكات التواصل الاجتماعي. وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع بين المتلقين، ولعبت الأحداث الطبيعية في العالم دورا بارزا بالتعريب بهذه الشبكات. وبالمقابل كان الفضل أيضا لهذه الشبكات في إيصال الأخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن تلك الأحداث، الأمر الذي ساعد بجهرة وانتشار هذه الشبكات. إذن من المعروف أن هذه الشبكات لديها إيجابيات وسلبيات. سنناقش هذا الموضوع معكم مشاهدي الكرام عند اتصالكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. إذا استقبلوا أولى مكالمة في هذه الحلقة اليوم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مشاهد. ألو، السلام عليكم. إذا نستقبل مكالمة ثانية. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. إذا مشاهدي الكرام من هنا انتهت الاتصالات اللي نبقى مع هذا الفاصل، عدنا رجع نتابع معكم. يا رجاء المخرج طلعنا فاصل. جمهوري العزيز، كل عام وانتم بخير، راني مباركه لكم في السنة الجديدة. وتابعوني في قناة شنقيط بأولى حلقات ليالي الطرب في قناة شنقيط ليلة الجمعة ابتداء من الساعة 10 مباشر. تابعوني من هم بندن. جمهوري العزيز، كل عام وانتم بخير، راني مباركه لكم في السنة الجديدة. وتابعوني في قناة شنقيط بأولى حلقات ليالي الطرب في قناة شنقيط ليلة الجمعة ابتداء من الساعة 10 مباشر. تابعوني من هم بندن. جمهوري العزيز، كل عام وانتم بخير، راني مباركه لكم في السنة الجديدة. وتابعوني في قناة شنقيط بأولى حلقات ليالي الطرب في قناة شنقيط ليلة الجمعة
ابتداء من الساعة 10 مباشر تابعوني ملهم بندمي. مشاهدي الكرام أهلا بكم بعد هذا الفاصل. كما قلنا لكم موضوع حلقتنا اليوم هو شبكات التواصل الاجتماعي، لهن نستقبل اتصالاتكم ونستطلع على آرائكم حول الموضوع. عندي اتصالكم على الرقم الظاهر على الشاشة لأن نستقبل هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم مشاهد. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. إذن نستقبل مكالمة ثانية. ألو. نعم مشاهد. ما شاء الله لباس مثلا. تفضلوا. نعم مشاهد تفضلوا. تفضلوا. وعليكم السلام، مرحبا. موضوع حلقة اليوم هو شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، شبكات التواصل الاجتماعي دورها في التفكك الأسري. نعم، إذن للأسف فقدنا الاتصال مع المتصل، استغني مكالمة أخرى. نعم مشاهد، وعليكم السلام. والله إلى قناة القيد. تفضل تفضل. سامعينك مشاهد، تفضل. قناة شنقيط بع برنامج صباح الخير، تفضلوا. تفضل مشاهد. نعم شكرا لك. تفضل. حتى صباح الخير، شاكرك انت. شكرا لك وشاكرينك انت مودي على اهتمامك وعلى اتصالك. اذا نستقبل مكالمة ثانية. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل مشاهد، سامعينك تفضل. الو. نعم مشاهد. الو. يبدو المتصل ما سامعنا. الو، السلام عليكم. ما شاء الله، ارفعوا صوتكم شوي. ارفع صوتك شوي. ما شاء الله، الاسم. الاسم لو سمحت. نعم الصنتو لك، تفضل. تفضل مشاهد. نعم، موضوع حلقتنا اليوم عن شبكات التواصل الاجتماعي، كنت ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام ودورها في التفكك الأسري. تفضل مشاهد. ألو. ألو، مرحبا بك، تفضلي. ألو، السلام عليكم. يبدو أنه تم انقطاع الاتصال. نعم مشاهد، وعليكم السلام. ما شاء الله تفضلوا. نعم، حول شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التفكك الأسري.
شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التفكك الأسري. ألو. نعم مشاهد. ألو. تفضل مشاهد. مشاهدينا الكرام، كما ذكرناكم وأعلنا موضوع حلقتنا اليوم هو عن شبكات التواصل الاجتماعية ودورها في التفكك الأسري. ألو تفضلي. ألو السلام عليكم، سامعينك تفضلي. صباح الخير عليك. ما شاء الله مرحبا بك. ما شاء الله الحمد لله. شكرا لك انت وشكرا على اتصالك وعلى اهتمامك. مولي الكلمة قولي لي. نعم حنين السولك. أعلن سبب هذا، أعلن شبكات التواصل الاجتماعي العود والسبب في التفكك الأسري. أعلن من الملاحظ عن المرأة اللي تعود في بيتها مثلا، المرأة اللي تعود في مكانها تعود منشطنة عن الأطفال وعن دورها في الدار واحلة اللعب هذا، تكون واحلة في شبكات التواصل الاجتماعي تبحث فيهم. نعم نصيحة منك انت من المنبر اللي عليك. نعم انت ما تلاحظي المرأة وحدها. يا ماي المرأة وحدها تجبري. نعم نعم تجمعنا حتى الشباب. نعم والأطفال صحيح، هي حتى قاعدة الأسرة. نعم الأسرة ما فاتت قد تقعد. الأسرة ما تقعد بصفة جماعية كما كان أصلا تعدل، عاد كلها واحد في تلفون وحده. نعم شكرا لك. شكرا لك للاتصال. شوفوا تركه قاعد يبدا ياثر عليه وعود، هما قاعد يطمخون هما عود في تليفوناتهم. تسمعي راك طفل صغير عنده 13 سنه ولا 14 سنه عنده تليفون واحد في الواتساب والفيسبوك هذا. بعدين بعد نعم اذا شكرا لك. شكرا للاتصال. وهذا بعد ما هو زين بعد علي، واشكركم انتم على تقديم خاصه انا انت ما نعرف اسمك انت اللي دائما بعد اللي تقدمي البرنامج. صباح الخير. شاكرتك حتى على حسن
حسن اخلاقك ما شاء الله وزين عليك لباسك. انا مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك وليتك الثاني واشكركم واشكر الطاقم الفني كامل اللي مرافق. مرحبا بك شكرا لك شكرا على اتصالك وعلى اهتمامك. اذا شكرا لهذا المتصل على هذه المداخله شكرا لك. نبو اتصال اخر. الو مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحبا. لباس. تفضل مشاهد سامعينا. كلمة فو. صالح ماسين يا لباس. ما شاء الله الحمد لله. تفضل مشاهد. مشاهد تفضل سامعينك زيد صوتك شوي ما انا سامعين. هذا البرنامج احنا شاكرينكم على الاعداد وزين وعالجات المشاكل. نعم شكرا لك. بالنسبة لهذه شبكات التواصل الاجتماعية. نعم. يلا كل الناس تشوفه من هذا. لماذا؟ انت شايف عندنا سلبياتها تقاطع لايجابياتها. بلي بلا فايدة قاع ولد. لماذا؟ من الملاحظ على شبكات التواصل الاجتماعي من خلالها عندها ايجابيات قد تبغى المعلومات قد تبحث من خلالها ايش تبقي. هي لا والإنسان واللي استخدمها فيه اللي أعلنها نحن مجتمعنا تقاطع علينا يعني عاد قاع ما تلفم تواصل بين الأسرة عاد كلها واحد عنده تلفون وعاد ما عنده تواصل بين مع أسرته. شنو رأيك خصوصا قاع في التفكك الأسري؟ هو لا يقول كذا حد أي واحد فيه يعني والله شي صالح زين حتى إذا كي التلفزة هاي التلفزة فيها شنو برامج زين يتابع وهي شنو برامج المدي يعود ياسر فيه شمال صالح ومتابعته تعود شغل ياسر مدي من شمال صالح. أنت لماذا توظف شخص له؟ نعم أنت لماذا برأيك نصيحتك أنت على الشباب يلا يوفوا منها لماذا؟ هل لأنها أصبحت مثلا السبب في التفكك الاسري او والله فهمت يا شي خلاك تقول نعم اذا إيه نظم لها مخالفات لا تعود سلبيه على المجتمع يجي فيها ياسر من تضييع الوقت مثلا في شيء ما مهم واضح لك؟ أنا واضح. شكرا لك على الاتصال. مشاهدينا الكرام لهنا بقى مع العنصر الثاني هو فقرة غرائب وعجائب. نطلب المخرج على انه يطلع لنا الفقرة. هذا العالم مليء بالغرائب ولا يزال العلم يحاول كشف أسراره إلى الآن في حين استطاع كشف بعضها لكن ما خفي كان أكبر بكثير. في هذا التقرير سنقدم لكم بعض الغرائب التي وقف العلم أمامها وهو عاجز عن تفسيرها. ابقوا معنا. قناديل الجبال المضيئة. كل عام في الجبال الضبابية الآلاف من الحشرات المضيئة تجتمع لأسبوعين هناك وهي تقدم عرضا خلابا ومذهلا من الانسجام وتناغم الألوان. الأمر الغريب في هذا الموضوع هو تجمع الحشرات في ذلك المكان والإضاءة دفعة واحدة مثل قنديل ينير عتمة الليل. الكثير من النظريات العلمية حاولت تفسير هذه الظاهرة. بعضها يرجح سبب الإضاءة الجماعية لزيادة فرصتها في التزاوج وذلك لأن مدة حياة هذه الحشرة قصيرة جدا وهي تحاول جذب الأنثى لها في هذا التجمع الباهر.
ولكن هذه النظرية لم تدرس سبب تجمعها في الجبال الضبابية، وأيضا يمكن لمجموعة صغيرة منها فعل ذلك في أي مكان آخر. وإلى الآن ما تزال هذه الظاهرة لا تحمل تحليلا علميا دقيقا. أشجار بولندا المنحنية. في بولندا تقبع غابة غريبة جعلت أكثر علماء الجيولوجيا حنكة يقفون عاجزين أمامها. هذه الغابة هي أرض للغموض ومليئة بالأشجار المنحنية، حيث يوجد فيها حوالي 400 شجرة صنوبر بزاوية انحناء 90 درجة من ناحية القاعدة. وكالعادة دوما ما تلف الأساطير هذه الأمور. سكان المنطقة القريبون منها يؤمنون أن في هذا المكان حدث أمر غريب نسب إلى المخلوقات الفضائية، وبعض المحللين يعتقدون أن الشد الجاذبي هو السبب. ولكن لماذا هذه الأشجار منحنية؟ زرعت هذه الأشجار في عام 1930 وبدأ الانحناء في قوامها بعد 10 أعوام من عمرها. لم يكن هناك أي شخص عندما حصل هذا الانحناء المفاجئ، ولا أحد أيضا استطاع تفسير هذه الظاهرة إلى الآن. وما تزال هذه الغابة المليئة بالغضب والغموض سرا من أسرار العالم. الحيوانات التي لا تتنفس. الأكسجين إكسير الحياة الخالد الذي تستهلكه أو تنتجه الكائنات الحية من أجل البقاء، ولكن عظمة الله لا حدود لها. فقد تم اكتشاف مؤخرا حيوانات لا تحتاج لاستهلاك الأكسجين أو لإنتاجه من أجل البقاء، وهي بالأحرى لا تتنفس. ففي أعماق البحر الأبيض المتوسط تم اكتشاف حيوانات لا تتنفس تنتمي لشعبة اللوريسيفرا، وهي تعيش في بيئة يكاد الأكسجين أن يكون معدوما فيها. ففي ظل هذا العالم الذي نعيشه لا يوجد أي كائن حي يعيش بدون أكسجين، وهذا ما جعل العلماء يعجزون عن تفسير كيفية حياة هذه المخلوقات إلى الآن. لماذا نحن ننام؟ النوم هو أمر طبيعي لكل شخص، ولكن حدوثه يبدو شيئا غير طبيعي. في كل يوم نحن نذهب للنوم، وبعدها تفقد عقولنا الوعي وأجسامنا تصبح خضراء. ولكن لماذا نحن ننام؟ الباحثون والعلماء لديهم رؤية لهذا السؤال، ولكن لا يملكون إجابة حاسمة إلى الآن. يقول العلماء إن النوم هو طريق تقوم به عقولنا لاستعادة نشاطها وتخزين تجاربها الجديدة، وفي نفس الوقت للتخلص من جميع الأمور الغير هامة، وأيضا تسترجع أجسامنا قوتها وتجدد الخلايا. وبعد عدة ساعات معظم وظائف الجسم تصبح جاهزة للنشاط في اليوم الجديد. وبالرغم من كل ذلك الباحثون يؤكدون أن للنوم سببا جوهري، ولكن إلى الآن لم يستطع العلم إيجاده بالشكل الكامل والشامل. قد يقول البعض نحن ننام من أجل الراحة. حسنا، إذا كانت أجسامنا تحتاج للراحة فقط يمكننا التمدد أو الجلوس لأخذ قسط منها، ولكن لما يجب علينا النوم من أجل استعادة كامل نشاطنا؟ فهل يستطيع الذين ينكرون وجود الله العيش بدون هذه النعمة التي أوجدها الله لنا؟ غناء الحيتان. الحيتان أضخم المخلوقات على وجه الأرض فمنذ آلاف السنين، وهي تغني أنشودة البحر الغريبة فيما بينها. أصواتها بالنسبة إلينا غير مفهومة، ولكن بالنسبة لها تحمل رسائل ومعاني للتواصل. حاول العلماء فهم مغزى هذه الأصوات، حيث يعتقدون أن الذكور تنشد هذه الأغاني من أجل جذب انتباه الإناث للتزاوج، ولكن أدوات التسجيل لدى الخبراء كشفت أن هذه الأغاني تتغير كل فترة، ويتم تأديتها بشكل جماعي وكأنها تحكي قصة البحر العميق. يقول بعض العلماء إن هذه الأغاني تصدح عاليا وتملأ البحر عندما تخسر الحيتان أحدها وتشعر بالوحدة، ولكن إلى الآن ما تزال أغاني الحيتان لغزة يحمل الكثير من أسرار البحار العميقة. مشاهدينا الكرام، أرجع
رجعنا لكم من جديد، وكيت ما قلنا لكم على موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا اليوم هو شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التفكك الأسري. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك مشاهد، ارفع صوتك شوي. موضوع حلقتنا، موضوع الحلقة هو شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التفكك الأسري. شبكات التواصل الاجتماعي ذكر حلقة الله للتوجيه الذاتي للتوجيه الأسري. والمشكلة أن حد قال يا تجينا أصحابه والله لا يجبر واحد يعمل أو شيء يا يصير يا ذات المهدمة. نعم مشاهد، أنت تعتقد أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تتحكم في روتين الأسرة اليومي؟ نعم مشاهد. والله 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 معنى أنك كل واحد في الواتساب وكيف اللي يدخل اسمه واسمه وصورته على صورته. مشاهد شايف عدنها تساهم مساهمة كبيرة في التفكك الأسري والطلاق. والله 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 اللي مساهمة بالحق اللي جاء السبب الرئيسي في التفكك الأسري والطلاق اللي بتزواج جاء مع تلاوم الجابرين جاء بعد واحد فيهم. طبعا من ملاحظة على ان كما قلت لزميلك قبل على ان الاسرة مثلا ما تلاقي تجي تجتمع في بيت واحد على مائدة واحدة، ما تلاقي يقعدوا يجمعوا كل واحد منهم واحد في تلفون وداخل في غرفته. معناه ان هون شبكات التواصل الاجتماعي تغاوى على هذا قاطع الاسر و... نعم على الاسرة. نعم مشاهد. هي بس الحقيقة والله اللي فيها ياسر من إيجابيات وياسر من طبعا هي عندها إيجابيات وعندها سلبيات، لأنك بعضها لا يستخدمها في شيء إيجابي لا يجبر ليش إيجابي لأنه يستخدمها مشكلة لا يجبر سلبياتها. طبعا هي قاع مشكلة على إفراط الأسر عادوا فيها، إفراط الأسرة في هذه الهواتف، لأن ما تجبري شخصين في الأسرة قاعدين يردوا، بالعكس عاد كلها عنده هاتف واحد فيه ما عنده اي علاقه بالاسره الثانيه. نعم مشاهد، تشري نصيحتك للشباب مستعملي هذه الشبكات بادمان للمدمنين عليهم. والله لا كنت لا بوين مع الشباب ولا اول بوين مع وحد خرج ما لا بوين مع. اذا شكرا لك على الاتصال مرحبا بك. اورا نشاكركم على الحلقه زينا حتى مهمة. مرحبا. إذا نستقبل مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا تفضلوا. لاباس يا الخير. ما شاء الله، الاسم لو سمحت. اسمي المختار. مختار من أين متصل؟ من نواكشو. مرحبا بكم. مختار شنو رأيك في شبكات التواصل الاجتماعي؟ زينا في ناحية يكون مشكلة ناحية أنا ما مشكلتهم هذا اللي واحد تم واحدين كلهم داخل البيت وعندهم لا كلهم داخل لا يعرف حد طبعا كان مرض كانوا شيء كانوا خلق شيء. نعم مشكلتها الوحيدة عندك أوقت الأسرة بصور العزلة. نعم مشكلتها الوحيدة عندك تعلنها عاد تنفرق أفراد الأسرة ما عندها مشاكل ثانية. عاد لكنهم ما يعرف قاعد يمرض والولد والله من البيت ما يعرف عنه مرض ولا لهم عنها مرض ولا هي مشكله هي عنها سلبيات اكثر ايجابيات من سلبياتها. صحيح تقاو سلبياتها على ايجابياتها. متصل شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وشكرا لكم على تفاعلكم معنا. وإلى حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء. إذا شكرا لك ماما على مشاركتك الحلقة. شكرا لك إذا شكرا موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.
بريما. جديد في موريتانيا سباغيتي باستا بريما، متوفرة في جميع المحلات وب 200 أوغية فقط مع 25 غرام مهدات. تيك موتورز، الممثل والموزع الوحيد لسيارات رينو وفوتون في موريتانيا، تقترح عليكم عدة خيارات من سيارات رينو مضمونة لثلاث سنوات: رباعية الدفع، داستر، سيمبول متطورة، سيبتواي، دوكر، مع ذلك بأسعار مناسبة. فوتون، تقترح عليكم عدة خيارات من سيارات الكمائن ومضمونة القطع 100,000 كيل، تراكتير 6x4، يقد يسحب سيميرو مارك 100 طن بن فيهم 20 متر مكعب وفيها 30 متر مكعب و70 متر مكعب، سيميرو مارك 70 طن وثلاثة سيوهات، جميع الموديلات اللي متوفرة مع طاقم ميكانيكيين مختصين وجميع قطع قيار متوفرة اللي عندنا. مقر الشركة على طريق البحر وراسي تيبلاش، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة. انت مالك انت مسافر؟ اخبارك بويا؟ ماني مسافر بويا، انا نجبر الورقه العاديه، شاي الطايف سبيسيال. حد مسافر لابد من يعود مرتاح نفسيا، ولابد من يعود مركز، ولابد من يعود عيني يحدج والراحه الا في شاي الطايف سبيسيال. صب لي كاس، صب لي كاس يا اخويا. هاي الطايف اللي يطبع راسك يطبع راسك كامل. بسم الله. من الكاس؟ والله الكاس، من الكاس؟ مالي اللي قلتها لك. بويا هذا تراعي فيه شاي الطايف سبيسيال. تنجبر منين؟ ينجبر عند مؤسسة الطايف اللي فاتح على المدرسة رقم 7 على شارع التجار، وراه يالك عندهم هذي 250 غرام، وعندهم 100 غرام، وعندهم 25 غرام، وراه يالك 25 غرام و 250 غرام، طعمتهم لا واحدة، لا واضح. وتاي والشاي ادى الطايف سبيسيال. قايل لك عن الطايف دي زينه وحلوه. ما لا نبشرك بروايه عن الطايف هاي، لان مشينا بيها وتم لا يعمر ويشرب. بويا عالم ولان الا الصحه. اصل الصحه. وصاب لك تقعد يا بويا؟ اصل انا قاعد ما تتحرك. ايش مال الطايف؟ ما تريح لك تم لا يشرب. عندنا كلا حين التاب وهو بلد. مع خبرات ذاتية بطواقم وطنية وشراكات عالمية، تطلق توبليكس هولدينغ مفاجآتها الجديدة. جميع أنواع المباني الجاهزة القابلة للتركيب في كل المناطق، كمصانع الأسماك والألبان والمياه والمخازن الكبيرة بمختلف الأحجام والمزارع الحديثة وجميع اللوازم والأدوات الزراعية. إضافة إلى المنازل المتنقلة للورشات والملاعب والصالات الرياضية والمكاتب بتصاميم حديثة مع توفير جميع المستلزمات والمخططات. أنواع حجارات البناء والزخرفة وتقنيات المراقبة والتحكم والحماية، إضافة إلى جميع أنواع المطابخ الراقية والأبواب وجميع أنواع الطلاء والرخام. توفر توبليكس هولدينغ جميع أنواع الحديد في الفرجة والألمنيوم والخشب واللينوكس بمقاييس وتصاميم عصرية. تتوفر جميع خدمات توبليكس هولدينغ في نواكشوط ونواليب والشامي وابن الشاب وروسو وكيفا وتنبتغ والعيون والنعمة. وللمزيد يرجى التواصل مع أحد الأرقام التالية. توبليكس هولدينغ نساهم في التنمية لبناء مستقبل أفضل. فاينس تقدم لكم أحسن الصالونات الشرقية والمغربية. فاينس تتصور معكم تصاميم الصالونات بأزهى وأرقى ألوانها. فاينس خبرة طويلة لصناعة المطابخ وغرف النوم وكل الأثاث من الخشب التركي العالي الجودة. فاينس تصميم دقيق بالعود المغربي الأصيل. فاينس أسعار معقولة بمتناول الجميع
مع خصم 20% لتصاميم طويلة المدة. فاينس تقدم لكم الإمطار الصحية. فاينس ترجمة الخيال إلى الواقع. خليل والله الا الخليل بويا زولت عقلي انا شكيت عنك واحد من موشوات بويا اش لايحك فيك ولو كان سمع رايك الاقذف وقاس المناره ما يجبر كركره المناره للسياحه والنقل تلتزم الركابها الكرام بالسهر على راحتهم من خلال اسطول من الكيران الجديده والحديثه والمزوده باكثر وسائل الامان ومعدم مكنس وبنائها من خدمه الانترنت بنظام واي فاي على طول مدى الرحله. المناره للسياحه والنقل تلتزم بخدمه توصيل العائلات وابنائهم من ركابها لبيوتهم من اجل القيام بكل هذه الخدمات. المناره للسياحه والنقل تحول على السائقين الأكثر خبرة وكياسة مع فضاء مهني مريح خدمة لزبنائها الكرام. مسافر يركب بيس يلحق دون خسارة يبغي يرتاح يقيس كيران المنارة. خذ راحتك وأنت تدخل عالم نوفوستيل. أقواطين بجميع الأحجام والعينات، صالونات وجلسات أوروبية وعربية للراحة، مداخل مطرزة بالنقش العربي جاهزة وتحت الطلب. نوفوستيل الممثل الحصري لشركة بلغاري لمواد التجميل ونظافة الأسنان. نوفوستيل عالم يستجيب لراحتك. للحصول على المزيد من المعلومات أو قسم المبيعات اتصلوا على الأرقام التالية 36 30 66 07 22 12 28 58. سعيا إلى تحقيق عدالة تاريخية للشعب الموريتاني ودفعه إلى تحمل مسؤولياته أمام قضاياه الوطنية الكبرى والبحث عن كافة حقوقه المباحة، تعلن كتلة الإنصاف الوطنية عن فتح الباب أمام مختلف الفاعلين والمفكرين وأصحاب الرأي وجميع مواطني موريتانيا للمساهمة في مشروع وطني شامل وجامع بعيدا عن كل المواقف السياسية والدعوات الفئوية أو الطائفية أو القبلية أو الجهوية أو العنصرية، وإنارة الرأي العام الوطني وتوعيته حول حقوقه ومخلفات الإرث الاستعماري الفرنسي. كما تعلن الكتلة عن مطالبتها بالاعتذار عن تلك المخلفات والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك التعويض لأسر الشهداء والمجاهدين والمهجرين وضحايا الاستعمار بشكل عام. كتلة الإنصاف الوطني بوابة مفتوحة أمام كل المواطنين الموريتانيين لتحقيق نهضة شاملة تساهم في إنجاز آمالهم بمستقبل أفضل. يمكن الاطلاع على مختلف أهداف وأنشطة الكتلة من خلال الموقع الإلكتروني www.insaf.net. كتلة الإنصاف الوطني، رؤية جديدة لمستقبل أكثر إشراقا. أمجاد الشامي للحفلات، لجميع المناسبات والحفلات. أمجاد الشامي للحفلات، لمبادراتكم السياسية ومناسباتكم الاجتماعية ولجميع التظاهرات. أمجاد الشامي في قلب مدينة الشامي، معدات راقية في خدمتكم.
للاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية